مرة أخرى تراشق بالكلمات واتهامات متبادلة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فبعد عرقلة دبيبة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة من عقد جلستهم المعلقة التي من المفترض أن تناقش تغيير المناصب السيادية والحكومة. المشري يقدم شكوى للنائب العام وللمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويخاطب أيضاً المبعوث الأممي ليرد دبيبة ببيان أكد فيه أن القضية كانت مجرد احتجاجات وأنه تدخل لتأمين الموقع نافياً كل ما نسب إليه. ولا ينتهي السجال هنا، ليغرد المشري من جديد متهماً دبيبة بالتضليل ويطالبه بتركهم وشأنهم. إذن مشاهدينا، ساحة مفتوحة على جبهات مختلفة تحكمها الكولسة والتحالفات ويصعب التكهن بنتائجها. ليبقى السؤال، إلى متى سيظل المهندس صامداً أمام اتفاق المجلسين الأكثر نفوذاً في البلاد؟ وهل اهتز بالفعل عرش الكبير الذي لطالما تغيرت كل أطراف اللعبة والسياسيين والفاعلين الاقتصاديين من حوله؟ لكنه لم يتغير. أهلا بكم مشاهدينا في هذا المساء، وقبل التطرق إلى تفاصيل موضوعنا لليلة نذهب ونلقي نظرة على أهم تدويناتكم وتعليقاتكم وأيضا أراءكم على وسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بموضوع حلقتنا لهذه الليلة. نبدأ مع عبد الله الريفادي اللي قال: منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته الرسمية تصرف غير مسؤول ويتنافى تماما مع القيم الديمقراطية التي قامت من أجلها ثورة فبراير ومع الأمال التي يتطلع إليها الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية مدنية. نمشي لفرحات درمان يقول: إذا كان قانون فالقانون فوق الجميع، ولكن من تحميه مجموعة مسلحة لا رقيب ولا حسيب لا يطبق عليه القانون للأسف. مهدي الرياحي يقول: كلكم خانب زي بعضكم، عباد مال عباد كراسي، ما يهمكم المواطن. من جهتي يقول محمد زماكي: مجلس الأعلى للدولة حرفيا يطلق رصاصة الرحمة على الانتخابات الرئاسية في ليبيا. نختم مع علي والداني اللي قال: المفروض النائب العام يصدر مذكرة باعتقالهم جميعا. إذا مشاهدينا، كانت هذه عينة من آرائكم ووجهات نظركم بخصوص موضوعنا لليوم. والآن ولمحاولة استقراء جوانب موضوعنا لليلة ينضم إلي في الأستوديو، سيلتحق بنا بعد قليل، رئيس المكتب السياسي لحزب ليبيا الأمة ناصر بوديب، ومن مكتبنا في طرابلس المستشار السابق في مجلس الدولة صلاح البكوش، وأيضا المحلل السياسي حمد الخراز. أهلا بكم ضيوفي الكرام في هذا المساء لليلة. أبدأ معك سيد عبد الله أو سيد صلاح البكوش، يعني إن صحت اتهامات المشري، لماذا قامت دبيبة بهذه الخطوة الآن؟ وهل قرر أن ينهي الحرب الباردة بينه وبين المشري وانتقل لإعلان الخصومة بفرض سيطرته بالقوة؟ يعني لربما هل ستنجح مناورته؟ تفضل سيد صلاح. بالطبع هذا سؤال افتراضي مبني على افتراض. هناك اتهام من قبل المشري لدبيبة، وهناك نفي من المشري من دبيبة، وقال المشري بأنه حول طلب إلى المدعي العام، فعلينا أن نترك العدالة تأخذ مجراها في هذا الأمور. ولا نستطيع الإجابة الآن هل دبيبة قام بذلك وما هي أهدافه من ذلك، ولكن من الواضح هو أن الوضع السياسي في ليبيا لم يعد يحتمل هذه المناوشات، ولم يعد يحتمل هذا التسويف في إنفاذ إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها بتسجيل ما يقارب من 3 مليون مواطن ليبي أنفسهم لانتخابات، والتي فشلت بسبب عدم توافق مجلسي الدولة والنواب. الآن مجلسي الدولة والنواب منخرطان في محاولة لتقاسم السلطة المناصب السيادية وحكومة جديدة، وليس هناك أي حديث عن انتخابات. طيب دعني أنقل هذا التساؤل إليك سيد أحمد الخراز، يعني هل تتفق بأن هي مجرد اتهامات وأن هي اتهامات ليست صحيحة وأن دبيبة لم يحاصر قصدا يعني مقر الجلسة؟ أنا لم أقل ذلك، لم أقل أن هذه اتهامات غير صحيحة. طيب سيد أحمد، خير شاهد عما حدث في مدينة طرابلس أثناء انعقاد جلسة مجلس الدولة وما يطرح فيها من جدول أعمال،
أعتقد أن السيد خالد المشري، أنا أصفه برجل المضطرب صاحب المزاج المضطرب السياسي، يعني مزاجه السياسي دائما مضطرب. والسيد عبد الحميد المنتهي الصلاحية يحاول أن يدافع عن حلفائه أمثال الصديق الكبير المدعوم من قبل المخابرات الأجنبية بعرقلة تمرير صفقة المشري بخصوص المناصب السيادية، وهي أيضا فعلا لهدف الهدف منها هي عرقلة الانتخابات في ليبيا وتقاسم الأدوار بين مجلس الدولة ومجلس النواب، وكل ما نشاهده من صراعات وتطورات في الساحة بين خالد المشري ودبيبة هي لخلق توازنات على الأرض، ولكن يظل الطرفين هم تبعيتهم المباشرة إلى تركيا طامحين في البقاء في السلطة أطول أمد من المدة أو الفترة. هم لديهم قاعدة سوف تخبرهم متى سوف يتحركون ووفقا لماذا سوف يتحركون، ولكن ما يقوم بها هؤلاء الأشخاص الآن في مدينة طرابلس هو ليس بالأمر المستجد، بل نحن شاهدنا مشاهد مشابهة لهذه المشاهد فيما سبق، واستخدام السلاح والقوة في عرقلة تمرير أي صفقة لصالح الطرف الثاني، وسوف يستمر هذا المشهد. طيب سأعود معك سيد صلاح البكوش. يعني سيد صلاح، يعني أنا لم أقل بأن حضرتك لم تقل يعني أو قلت بأنه لم يقم بمحاصرة مقر الجلسة، ولكن أنا نقلت أنها لربما تكون مجرد اتهامات وربما هي غير صحيحة فقط، هي اتهامات وأنها أثارت الكثير ربما. سيد صلاح من الحبر يعني. سيد صلاح، طيب سيد صلاح البكوش، طيب أعود معك مجددا سيد خراز. نعم، أنت اقطع لك الخط يعني، يا ريت تكمل فكرتك. نعم تفضل. فلطالما هناك يعني ما يتصارع عليه الأطراف الموجودة في العاصمة طرابلس، نحن تعودنا أن هناك العديد من الأقطاب المتسارعة في العاصمة طرابلس من أجل البقاء في المشهد أطول فترة ومن أجل السيطرة والهيمنة على المشهد السياسي بشكل كلي. أعتقد أن عبد الحميد دبيبة الساعي إلى البقاء في السلطة عن طريق الاستغناء عن كل شيء حتى سيادة البلاد وتوقيع كل ما تطلبه منه تركيا وغيرها من الدول من أجل استمراره في السلطة لن يتأخر في عرقلة مشروع خالد المشري الطامح للوصول إلى جسم تشريعي أو وصول إلى سلطة تنفيذية عبر تمرير صفقة المناصب السيادية. ولا في تقديري الشخصي بأن مشروع المناصب السيادية ما هو إلا لكسب الوقت للطرفين وحتى الوصول إلى قاعدة دستورية قد تتفق عليها هذه الأطراف، أو يكون هناك حوار آخر تقوده البعثة الأممية الذي سوف يساهم بشكل سلبي في زيادة الصدام الموجود على الأرض أو الاختناقات السياسية الموجودة على الأرض بين الأطراف، رغم وجود حكومة منتخبة وتم إعطائها شرعية من قبل مجلس النواب وهي حكومة البشمهندس فتحي بشار. طيب قبل أن أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور ناصر بوديب، سأعود معك سيد صلاح البكوش. نعم، هل أنت في الاستماع سيد صلاح؟ نعم أسمع. طيب برأيي كيف يعني ستكون تداعيات الخطوة التي قام بها دبيبة اليوم؟ أنا أتمنى أن تكون تداعيات هذه الخطوة هي إصرار الجميع على ما تقدم به اليوم السيد باتيلي في إفادته أمام مجلس الأمن، وهي أن هناك قال بالحرف الواحد أن هناك توافق كبير في ليبيا على أن هذه الأجسام فقدت شرعيتها، علينا أن نتجه إلى انتخابات ونصر على انتخابات ولا عمل آخر سوى الانتخابات. أما قصة حكومة موازية وأن حكومة بشاغة هي شرعية وما إلى ذلك، يعني دعنا نتفق بأن ليس هناك أي شرعية لهذه المجالس. مجلس النواب انتهت شرعيته في 20 أكتوبر 2015 حسب الإعلان الدستوري، وانتهت شرعيته بحكم المحكمة الدستورية، وانتهت شرعيته بعدم اعتماد الاتفاق السياسي كليا. فيعني الحديث أن هناك حكومة شرعية وأن حكومة دبيبة انتهت ولايتها وما إلى ذلك، هذا كلام ليست له أي أسانيد. فدعنا نتحدث الآن عن حقائق ولا نتحدث عن أشياء لا علم لنا بها. يعني ضيفك الكريم السيد الخراز يقول بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي له علاقة بالمخابرات، أين هي إثباتاتها؟ أنا لا أعرف الرجل،
ولست من مؤيديه ولم اتعامل معه اطلاقا، ولكن اذا اردنا للحديث ان يتطور ونستقبل. طيب سيد صلاح، قبل ان نتحدث عن صديق علينا كبير، علينا ان نتحدث حقائق وان نتحدث هذه الاخبار التي تعودنا عليها من الاذاعات العربيه. انت ذكرت حقائق سيد صلاح البنكوش، ونحن امام يعني حقيقه جديده اليوم. أي يعني الاعلى يعني والبرلمان من جهه ودبيبه من جهه اخرى. ضيفك يقول على شخص آخر أن عميل للمخابرات، هذا كلام كنا نسمع فيه في الخمسينات والستينات، أن هذا عميل وهذا خاين وبورقيبة عميل وبورقيبة مش عارف شنو عبد الناصر بطل وما إلى ذلك. خلونا بالكلام هذا وخلينا نتطور نمشي لقدام كيف العالم. لا طيب، خليني سأعود معك سيد صلاح، وعن الحقائق التي تحدثت عنها سأنتقل إلى ضيفي في الاستوديو دكتور ناصر. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني إن صحت اتهامات المشري، لماذا قامت بيبة بهذه الخطوة الآن؟ اولا مساء الخير، شكرا على الاستضافه، مرحبا بك وبضيوفك وبالساده المشاهدين. اعتقد ان ما يتحدث به المشري او ما يتحدث به الدبيبه هو اعتقد انه في خيالهما هما الاثنان فقط لا ثالث لهما، لانه زي ما تفضل الاستاذ صلاح لابد ان نتطور وان يكون هناك تحديث للخطاب في هذه المرحله، لاننا اذا نبقى سيدتي نتحدث على ان المشري تحدث والدبيبه تحدث، لان هما الشخصيتان لا يريدان الا البقاء في هذا المكان، لان ما يحدث الان في ليبيا بالفعل صراحه مؤسف، لانه لابد عندما حتى نتحدث من الناحيه الفلسفه السياسيه في هذه المواضيع يجب ان يكون هناك توازنات على الاقل في هذه المرحله. هنا اتحدث على التوازنات الاقل مستوى ليمكن لنا من خلالها الحديث في هذه المواضيع. ما قام به المشري هو تحدث على انه هناك من تهجم عليهم والحجة عليهم، ونفى الحكومة الوحدة الوطنية نفت هذه الأخبار. لابد أن نتجاوز هذه المرحلة من هذا الحديد، لأن ما يهمنا الآن هم يريدون إدخال الشعب في هذا النفق ومن في هذا الحديد الذي لا ينتهي صراحة. لابد من أن نتطور ما بعد هذه المرحلة. هل هناك حكومة ثالثة؟ هل الحكومة الثالثة سوف تذهب بنا إلى بالفعل إلى إنقاذ ليبيا، أم أنه سوف تكون وبالا على الليبيين وامتداد وترسيخ لمبدأ البقاء للأجسام السياسية الموجودة سواء كمجلس أعلى للدولة، الدبيبة، العقيلة صالح، كل هذه الأجسام. دكتور أنا معك، نحن لازم نتجاوز هذا كله، ولكن ما مصلحة المشري اليوم أنه هو يتهم الدبيبة مثلا؟ لا شوف، هذه الاتهامات منذ مدة، إذا لاحظت سيدتي وأنت أكيد تعلمين بذلك، بذلك التدوينة أو التغريدة التي ذكرها المشري من تلك الأثناء وقبلها أذهب بك أبعد أيام تكوين حكومة الوحدة الوطنية ولم يحسب فيها السيد المشري، من هناك بدأت المشاكل. والسيد المشري أيضا في حكومة بشاغة زعل هو من بشاغة لأنه لم يكن لديه أطراف في هذه الحكومة. وخلينا نكون واقعيين، نحن الآن لا يهمنا أي شخص ولا تهمنا أي من الأجسام. من تلك الفترة المشري هو زعلان، زي ما يقولوا بالليبي شدة في قلبه اللي توه، فيريد الآن تغيير هذه الحكومة لا ندري في صالح من. الأولى أنه عندما خلي يتهم، يعني ما أقول شيء، ولكن لابد من الإثباتات ولابد من دلائل. نحن نتمنى أن يذهب الدبيبة اليوم قبل الغد، نتمنى أن يكون هناك حكومة جاءت من البرلمان، ولكن سيدتي الواقع الذي نحن نعيش فيه لا يمكن التطبيق هذه الأشياء بهذه الكيفية. لابد من الذهاب إلى الانتخابات. الآن يتحدثون على القاعدة الدستورية، وعلى بالمناسبة هذه القاعدة لن يستطيع تمريرها مجلس النواب. سأعود بالحديث عن القاعدة الدستورية، سأنتقل إليك يا سيد حمد الخراز. هل أصبحت بيبة يعني متأكد من تنفيذ خطة الحكومة الثالثة وبدأ لربما يستعمل كل الوسائل للضغط على المشري؟ لا، من المبكر الحديث عن الخيار الثالث وأن تكون هناك حكومة ثالثة في ليبيا. أعتقد أن دبيبة وفقا لفريق العمل من المستشارين الفاسدين التابعين له، ما يقوم به من سلوكيات تتنافى مع حتى
الشرائع وتتنافى مع أخلاقنا كمجتمع ليبي في مهاجمة كل الأطراف التي تعمل على الأرض بكل وشتى الطرق التي لديهم ومتاحة بأموال الشعب الليبي. أعتقد أن هذا الرجل الذي أصيب بالهوس السلطة والاستمرار في السلطة ويعتقد في نفسه أنه قادر على قيادة مرحلة بتقديم الرشاوة، حتى وصل به الأمر أنه يقدم البنزين لدولة تونس الشقيق، والذي نحن نتمنى تقديم المساعدات بشكل متكرر لا، ولكن هو يمن على هذه الدولة أنه قدمها بشكل أخوي، ولكن هو يحاول أن يأخذ صفقة مع تونس. وأريد أن أعقب على كلام ضيفك صراحة بكوش اللي تعودنا على دائما أن يكون محلا للنقد. قبل أن تعقب على سيد صلاح اسمح لي، ما هي سأعطيك الفرصة، ولكن ما هي الصفقة؟ نعم، ما هي الصفقة التي تحدثت عنها؟ نعم، يحاول أن يحقق استفاف لصالحه في تونس من قبل الرئاسة التونسية بعدم رفض زيارته الأخيرة لتونس مثل ما فعل في الجزائر والدول الجوار بليبيا، وأيضا العقود التي قام بتوقيعها في دولة مصر محاولة منه لتحقيق أيضا موقف مصري داعم له ولوجوده على الأرض. والآن وجدنا حتى الصفقة التي تمت بخصوص مؤسسة النفط مع الإمارات ودخول الإمارات في الصراع بشكل مباشر بعدما كانت هي جزء من صراع يعني في مراحل سابقة كما يصفها أطراف الصراع الأخرى. أعتقد أن ما يقوم به سيد دبيبة هذا الرجل أنا أرى بأنه هو لا قادر على التفكير بهذه الطرق، بل لديه من يقوم بتوجيهه في الداخل، والسيد دبيبة لا يصلح لحكم حتى حي في طرابلس وليس ليبيا عامة. طيب. وأنا أريد أن أقدم شيء معين للسيد صلاح البخوش. أنا وصفت أيضا، هو ممكن لم يستمع هذا، أنا وصفت أيضا المشري ووصفت البيبي أنهم عملاء لدولة تركيا، وهذا لم يعلق عليه أيضا. ما هي القوى القاهرة التي منعت تغيير السيد الصديق الكبير حتى الآن بعد انقضاء ولايتين له وفقا للقانون؟ ما هي القوى القاهرة التي تمنع تغيير هذا الرجل حتى هذا الوقت؟ ما هي الأموال التي تم إذاعة في مصارف البريطانية؟ هو سيد صلاح يقول بأنه لا يمكن قول كلام جزافا من دون أدلة فقط. طيب، بحديثك على مؤسسة النفط، عود معك سيد صلاح، وأنت تحدثت على الصديق الكبير، هل دفع برأيك الدبيبة ثمن تحالفه مع صدام حفتر في صفقة النفط وتنحية صنع الله؟ وهل حان دور إزاحة الصديق الكبير لتجفيف لربما منابع السيولة لدى الدبيبة؟ شوفي، أنا أريد أن أطمئن ضيفك الخراز بأنني أتفق معه تماما بأن الحكومة غير قادرة على القيام بمهامها، وأن المستشارين لا يصلحون أن يكونوا مستشارين، ولكن هؤلاء المستشارين هم الذين جلسوا مع أبناء حفتر الذي جلس مع الحكومة التي يقول عنها بأن شرعية حكومة بشاغة. الجميع مشتركين في هذه الخلطة، حفتر وبشاغة. الآن مجلس النواب وحفتر والمشري متفقين على إزاحة بشاغة الذي تقول عنه بأنه حكومة شرعية منتخبة. ما لعليش يتكلموا توا على سلطة تنفيذية جديدة ومناصب جديدة. هذه الشلة كلها مع بعضها، حكومة الوحدة الوطنية، حكومة بشاغة، حفتر، مجلس النواب، مجلس الدولة، هذو كلهم مشتركين في هذه الجريمة التي نراها الآن. وعندما تتحدث عن لماذا الصديق الكبير محافظ المركز له ولاية قاعد في المنصب 10 سنوات وما كلف أحد به، ومجلس النواب ومجلس الدولة والمشير خليفة بلقاسم حفتر، شو اللي مخليه في المنصب متاعه؟ طيب أجبني سيد صلاح على صفقة صدام حفتر والدبيبة. يعني كيف؟ تفضلي. أجبني عليه صفقة صدام حفتر والدبيبة والتخلي عن صنع الله. صفقة، وقلتها صفقة من البداية، قلت لهم سمي ما تسمي، صفقة بين دبيبة وحفتر لفتح المواني النفطية. الطرف الآخر يتحجج بأنها كانت ضرورية لأن البلاد كانت تحت. طيب، يعني هل ربما تم استدراج دبيبة من جهة مالية يعني لإضعافه؟ لا، شوفي، أنت تعرفي بأن الوضع العالمي الآن بالحرب في أوكرانيا وما إلى ذلك، هناك حاجة في سوق النفط للنفط الليبي
مع أنه 1,200,000 برميل، وهناك حاجة في ليبيا الآن لأن احتياطاتها من العملة الصعبة أصبحت تتضاءل لأن الصرف وما فيش دخل، ولهذا دبيبة قالك مش يدير صفقة مع حفتر. بطبعا أعتقد أن هناك ربما توافق أو ربما حتى رضا من أطراف دولية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا الذين سيستفيدون من فتح الموانئ النفطية. طيب هل حانت ساعة الصفر للصديق الكبير برأيك؟ لا، أنا لا أعتقد، وأنا أدعو من هذا المنبر الصديق الكبير والشكشك رئيس ديوان المحاسبة والسيد الشنطي رئيس مجلس رئيس الرقابة الإدارية والآخرون والذين يعني هناك تسجيلات كبيرة حول اعتراضي على ما يقومون به، أدعوهم إلى تجاهل مجلس الدولة ومجلس النواب، لأن هذه المجالس عندما تقول بأنها تريد أن توحد المؤسسات عليها أن تبدأ بنفسها وتوحد السلطة التشريعية، هذين المجلسين في السلطة مجلس النواب 8 سنوات، مجلس الدولة 10 سنوات، هذين المجلسين مسؤولين عن 8 حكومات انتقالية في ليبيا. ألم يحن الوقت أن نقول ربما الخلل ليس في الحكومات ولكن الخلل في هذين المجلسين اللذين مددا هذه الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات؟ أنتم في تونس درتوا ثورة درتوا فترة انتقالية 2 سنوات ومشا درتوا دستور درتوا حكومة وصار اللي صار. نحن لنا 10 سنوات 11 سنة في فترة انتقالية بدون دستور. نعم سيد صلاح، أنا ليبيا سيد صلاح. طيب انتوا قاعدين في تونس. صحيح. طيب اعود الى ضيفي في الاستوديو دكتور ناصر، يعني هل تخلى المجتمع الدولي على دبيبة اليوم؟ شوفي، يمكن قراءة هذا السؤال من جانبين اثنين. المسألة الأولى أنه يمكن المجتمع الدولي أن يتخلى على الدبيبة. يمكن لتركيا أن تتخلى عن الدبيبة خاصة بأن الاتفاق الأخير تشوبه كثير من الشوائب. عديد الدول لم تعترف. وزير خارجية تركيا نفسه تحدث على ضعف هذا الاتفاق. هذا من جهة. من جهة أخرى الدبيبة ليس لديه حلفاء دائمون في الدولة الليبية. خلينا نكون واضحين، لا يوجد حلفاء دائمون. من هو حليف الدبيبة في الخارج؟ نتحدث على الجزائر، الجزائر لا حليف لها، وفي حد يستطيع أن يشد إيده بيد الجزائر. من عنده حليف؟ تركيا الوحيدة. وعندنا بعض المناصب السيادية التي لديها حلفاء خارج ليبيا. ذكرت قبل قليل سؤال لسيد صلاح على منصب مصرف ليبيا المركزي، لابد من التأشيرة، لابد من موافقة الإنجليز على مصرف ليبيا المركزي، وهذه حقيقة. الأوامر تأتي من هناك، تأتي من بريطانيا خاصة في مصرف ليبيا المركزي. السيد الدبيبة الآن هو في ورطة حقيقية، ورط نفسه صراحة بما يتحدث. هل ورطة دبيبة اليوم في عزلة السياسية، خاصة أنه هو ليبيا لربما أكثر من 5 شهور أو 6 أشهر ما مشاش في بعثات رسمية يعني إلا لتركيا؟ ما يمشيش، لأنه الوضع اللي نقول لك حتى أبعد من هيك، هو ورط نفسه بما سماه عودة الأمانة إلى الشعب أو إلى أهلها وما نعرفش نسماه. عودة الأمانة يعني أدخل الحكومة في متاهات هي في غنى عنها. تحدث على أن يمكن إجراء الانتخابات وتأمين الانتخابات، هذه كذبة كبيرة جدا. هل تستطيع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن تقوم بتأمين صناديق الاقتراع في بنغازي؟ لا تستطيع، لا تستطيع. المشكل الأمني أيضا هو أحد أسباب هذه المشاكل الموجودة الآن، لأنه عندما نرى السيدة الدبيبة، نعم قال لها أحد ضيوفك أو السيد صلاح، نعم المستشارين اللي ضايرين بالسيد الدبيبة هادوا فيهم مشكل، لأنه إذا صح ما حدث البارحة، لأن السيد المشري ذكرهم بالأسماء يا سيدتي، هذا إشكال.
هذا سوف يعجل بإسقاط حكومة الدبيبة بأي طريقة كانت، بحكومة ثالثة، بحوار وطني 75. على فكرة الحوار 75 في دولة جارة لليبيا الآن هناك اجتماعات على هذا الموضوع. باتيلي اليوم ذكرها صراحة وقال قد نذهب إلى حوارات أخرى. أمريكا الوحيدة يقول حوار جديد أو لم يذكر أبدا 75. نعم هو ما لحد الآن لم يقابلهم، هو في إطار ثم وينهم من 75؟ كلهم طلعوا سفراء وطلعوا مناصب سيادية، هذه مشكلتنا إحنا أن 75 طلعوا مناصب سيادية واللي صوتوا للدبيبة أخذوا وزارات، نعرفهم بالأسماء ونعرفهم بكل شيء، هذا نتجاوز لأننا الآن نحن لسنا في مرحلة محاسبة أو ذكر مثل هذه الأشياء التي سيدتي في هذا الوقت لا يهم، لا يهم، خلي خذوا وزارات، ولكن ماذا فعلوا بها؟ لأن حتى اتفاق جنيف هو تحدث على أن ترحل جميع هذه المجالس، جميع هذه الأجسام، مجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب، هذه الحكومة، هم يريدون التضحية أو يريدون أن يضحوا بحكومة الوحدة الوطنية. المناصب السيادية التي تحدثون عنها لماذا لم يتحدثوا على منصب القائد الأعلى للجيش مثلا أو العام للجيش حفتر؟ لماذا لا يدخل من ضمن المناصب السيادية؟ هم يريدون السيطرة على أمور المصرف ليبيا المركزي. حتى منصب النائب العام لم يتحدث عنه. لا، منصب النائب العام لأنه تم التوافق عليه سيدتي. السيد صديق الصور جاء بتزكية من المجلس النواب، تمت الموافقة عليه من مجلس أعلى للدولة. لماذا طيب؟ توافقوا عليه، قالوا هم المجلس النواب توافقوا على الصديق الصور ومجلس الأعلى للدولة توافق مع هذا الاسم وهم تبتوه. ربما هناك توافق على القيادة العامة لا ندري. لا مو لابد أن نسمعه. وأنت لما تذكري خمسة شخصيات أو خمسة مؤسسات لابد من ذكر هذه المؤسسة. غير أن نرى ونتكلم لك على مؤسساتهم هم البالية، هذه مجلس أعلى الدولة ومجلس النواب التي لا بالفعل لابد أن أيضا أن ترحل ولابد أن تتوحد بمؤسسة نيابية جديدة. طيب أعود مع ضيفي سيد أحمد الخراز. سيد أحمد، يعني هل بدأت لعبة عض الأصابع كما صرح المشري سابقا؟ وهل أراد المشري المناورة سياسيا وإقامة الحجة على دبيبة بتقديم شكاوى للنائب العام والمبعوث الأممي لزيادة عزلة دبيبة السياسية؟ نعم، ما قام به سيد المشري من إجراء وهو لكسب الوقت فقط، أرى يحاول كسب الوقت لخلق يعني مناخ مناسب للتفاوض مع مجلس النواب وعزل حكومة المنتهية الولاية والتي يكررها من أي صفقة سياسية قادمة قد تكون بين مجلس النواب ومجلس الدولة. أعتقد في تقديري الشخصي بأن عبد الحميد بيبة الآن يحاول طرح كل الأوراق الموجودة لديه باستشارات يقدمها لها مجموعة من النخبة الزائفة المحيطة به التي تستخدم كما ذكرت كل ما يتنافى مع الشرائع ويتنافى مع أخلاق المجتمع الليبي من أجل البقاء والاستمرار في المشهد السياسي. وأنا أتمنى أن تعطى لنا المساحة الكافية مثل باقي الضيوف للرد ولتوضيح بعض النقاط. أعتقد أن السيد صلاح البكوش ضيفك اتفق معي في بعض النقاط، ولكن وضع مقارنة أنا أراها غير عادلة بين منصب محافظ ليبيا المركزي الذي يحاول أن يدافع عليه بشتى الطرق وبشكل منمق وليس مباشر، وبمعادلته بمجلس نواب يتكون من 200 عضو أو مجلس الدولة أو قائد عام الجيش الذي جاء وفقا لسياسة الأمر الواقع وبعد حصوله على الشرعية ودفع ثمن باهظ وهو الدفاع محاربة الإرهاب الذي كان يتواجد الإرهابيين بأعداد بل بالمئات بل بالألاف في بنغازي وفي درنة وغيرها في المدن. هذه المقارنة ليس عادلة. كان يريد الدفاع عن الصديق الكبير وبقائه في المشهد وتمسكه بهذا وتشبثه بهذا المنصب تكون بطريقة أفضل من هذه الطرق التقليدية. وأنا أتمنى له أن يكون لهذا الدفاع وهذا هذه الاستماتة ثمن، يعني أن يكون له يعني شيئا من صديق الكبير، يعني يتحصل على شيء اعتماده بشكل آخر بشكل هبة أو بشكل مكافأة، ولكن دفاع على هذا الرجل بأنه ليس عميلا وبأن الدلائل لا تتوفر. أعتقد بأن هذه يضحك، أصبح كل الليبيين يعلم في حقيقة هذا الرجل وعملته، ودبيبة يعرف حقيقة بأنه استغنى عن كل شيء حتى وقع اتفاقيات اعترض عليها المجلس الأمن نظرا لعدم استفادة الإجراءات المطلوبة مع دولة تركيا من أجل البقاء، وهي عرضت على السيد فتحي بشاغة ورفض هذا الأمر. يعني
اعتقد ان ليبيا لديهم الوعي الكافي، لم اصبحت حجج التي يقوم بها بعض السياسيين والمستشارين للتضرع عبر الفضاء. غير مقنعه بالنسبه لليبيا للدفاع، وايضا ارجو من ضيوفك الحفاظ على الصفات والالقاب. يعني يسمون البعض بالمجلس قائد مجلس الاعلى، قائد مجلس كذا، ويجي عند منصب القائد العام يقول لك حافتر. ماش حافتر، هذا قائد عام للقوات الجيش الليبي المعترف به والذي لديه الشرعيه. اي حد من ضيوفي يعبر على نفسه، ما يعبرش على القناه عموما يعني. طيب سيد احمد الخراز، بكل احترام للجميع يعني. طيب سيد صلاح البكوش، سأعطيك حق الرد ولكن نذهب فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا المساء، في هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن آخر التطورات الحاصلة بين المجلس الأعلى للدولة وعبد الحميد دبيبة، وهذه أبرز ردود أفعالكم حول هذا الموضوع. نبدأ مع رمضان أحمد اللي قال بيكفي الليبيين ما حدث لهم، اتفقوا يرحمكم الله، العالم الغربي مبسوط ويطرب لحالكم الحالي. طيب أحمد كبوطي يعلق ويقول والله لما تشوفهم يقدموا في محاضر وشكوى على بعضهم يحسسوك ان احنا في دوله قانون وحريات، مش في قاع الفوضى الاداريه وفي قمه الانحطاط السياسي. تعليق اخر من عبد الحكيم عاشور يقول فيه شنو الفائده منها جلساتهم والناس مش لاقيه حق الخبزه. اما خالد فقال سبحان من الف بين قلبي صوان وحفتر وبين المشري وعقيله، راينا عقيله يتباكى على حال المشري وكأنه لم يكفره يوما ولم يخونه يوما ولم يعلن أو يلعن أو يعلن عليه الحرب يوما. يعلم الجميع أن عقيلة ما هو إلا ناطق باسم حفتر، وما هو إلا أداة لتنفيذ رغبات حفتر. المجلس الأعلى للدولة به رموز وطنية لا يزايد على وطنيتهم. نختم مع حسين الصيد اللي قال زي بعضهم لا خير في هذا ولا هذا. أعود معك سيد صلاح البكوش، يعني قبل أن أعطيك حق الرد دعني أسألك هذا التساؤل اللي هو تساؤلك أنت يعني أو تساؤل حضرتك في الأساس، لماذا يرفض برأيك الأعلى والبرلمان إلى الآن إصدار قاعدة دستورية وقطع الطريق بالفعل أمام رئيس الحكومة المؤقتة؟ دعني أولا أوضح للسيد الخراز، وبعد ذلك سوف لن أشرف أي من كلامه بأي رد. يا سيد الخراز، عندما نتحدث ونقول خليفة حفتر بدون أن نقول مشير وتزعل أنت، على الأقل نحن لا نستخدم كلمة العميل. هذه الكلمات أنا من أكبر المعارضين لخليفة حفتر من سنة 1990 عندما أتى للولايات المتحدة وكان جاري في نفس المبنى.
ولكنني لم أقل أبدا أو وصفه بأنه عميل أو خائن. هذه الكلمات، هذه قاموس، القاموس الهابط للسياسة العربية ودول العالم الثالث المتخلف، لا تستخدم في أما بخصوص أني ناخذ عمولة بل نستفيد من 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 الكبير مقابل دفاعي المستميت عليه، يا سيدي. ويعرفني محمود شمام رئيس هذه القناة منذ 1972 ويعرف من هو صلاح البكوش ويستطيع أن يشهد بذلك. أنا عمري ما خدمت في الدولة الليبية ولم أتقاضى من ليمن منها ولم أقم بأي عمل تجاري مع الحكومة الليبية. وعرض علي السيد عمر الحاسي رئيس وزراء ليبيا في 2014 والسيد خليفة الغوي بعد ذلك منصب وزير الخارجية ورفضت ذلك. فلا تأتي أنت اليوم وتتهمني بهذه الاتهامات وتتحدث بهذه. أنا يا سيدي في السياسة الليبية قبل أن تلدك أمك. سيد صلاح، لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، قلة أدب، نبغى نستفيد من وجودكم معنا، من فضلك سيد صلاح. لا ما 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 لما تجيبي لي واحد قليل الادب. طيب اعجبني، اسمح لي سيد صلاح، خلينا نحترم كل الضيوف، من فضلك سيد صلاح، خليني اعود بالسؤال اليك من جديد، اريد ان استفيد معك بحلقتنا اليوم. كان هم يبوا ينحوا دبيبه، لماذا يطالب اعضاء المجلسين يعني بتوافق الرئيسين على حكومه جديده بدل قاعده دستوريه؟ سيد صلاح البكوش، خليني نذهب للدكتور ناصر بنفس السؤال. دكتور، اللي هو كنت لاقي مع السيد. طيب لماذا يرفض اليوم الأعلى والبرلمان إلى الآن إصدار قاعدة دستورية وقطع الطريق أمام الدبيبة طالما أنهم يبوا نحو؟ أوكي، حتى أنا بنعقب لأن ضيفك ما نعرفش اسمه، سيد أحمد الخراز. الخراز هذا ذكرني لا معليش معليش معليش، لازم يرد عليه. أنا أقدر حالته النفسية صراحة باش نكون معكم واضحين، وأقدر الأجواء التي يعني قام بالرد. لا ما هو ف ف ففي علوم السياسة إذا هو لم يدرس علم السياسة أو لم يكن أكاديميا، نحن لن ننزل إلى مستويات الشتم وأسماء. نحن ذكرناه بالاسم وهو متقاعد، فهو اسمه خليفة حفتر، هذا هو اسمه ومعروف. المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لن يذهبوا إلى القاعدة الدستورية لو كلفهم ذلك حياتهم، والإجابة واضحة. إذا ذهبوا إلى القاعدة الدستورية إذن هم حيروحوا، ولما حيروحوا شن بيخسروا؟ أقل واحد منهم ياخذ في 25,000 دينار. فبالتالي هذه الأموال وهذه المناصب وهذه المكاسب وهذه السفرات اللي موجودين فيها برا وإلى هذا موضوع عفو، هذه إجابة نموذجية يعني ومعروفة. الحل أين الحل؟ أمام الحل لابد إذا لم يخرج الشارع إلى الشارع، الشعب إلى الشارع، لن يكون هناك حل. وصدقيني حنقعدوا حتى 50 سنة، وحتى لو جابوا حكومة ثالثة نفس القصة. لأن الإشكال في لابد أن نعترف نحن الليبيين غير جاهزين تلك الجاهزية الكاملة لمثل هذه الديمقراطية، هي جديدة علينا. فبالتالي نحن نخطو الخطوات الأولى في هذا الموضوع. فبالتالي لابد لنا من التفكير بجدية في ولكن اليوم أمام واقع الدبيبة أمام مجلس، يعني واقع يعتبر جديد، الدبيبة أمام مجلسين متفقين. هل هذين وهذه أول مرة يتفق هذان الجسمان، هل هما شرعيان؟ وهذه الإشكال. هم جاءوا بالاتفاق، جاءوا باتفاق، وباتفاق المادة الثالثة الفقرة الثانية من اتفاق جنيف تتحدث على أن يوم 24 ديسمبر 2021 يكون هناك انتخابات وبعدها طرح لهذه الأجسام. لم تحدث هذه الانتخابات، فبالتالي سوف تبقى هذه الأجسام. الإشكال في شخصين اثنين اللي هو المشري وعقيلة صالح. من كان يصدق أو يسمع أن عقيلة صالح يتعاطف مع المشري؟ يعني وصلنا أن عقيلة صالح يتعاطف على ما حدث إلى للمشري البارح، ومن قال أن بشاغة أيضا يتحالف مع المشري خليفة حفتر. بالضبط، كنت كل وارد في تتغير السياسة، تتغير السياسة، ولكن لا تتغير المبادئ سيدتي. المبادئ لا تتغير،
شخص مجرم مثل حفتر قصف العاصمة وضرب الناس وكان بشاغة أحد من مخططين اتفاق مع تركيا. الآن تتحالف مع حفتر وتعطي دروع لحفتر. هذه ليست سياسة، هذه بلطجة، هذه الاستيلاء على السلطة بأي طريقة كانت. لأن لو لدينا العقلية التي تحدثت، ولكن نعلم حتى دبيبة قام بعقد الصفقات، كلهم عقد الصفقات. لا لا لا، أنا عندما تحدث لست مع دبيبة. أنا تمنيت أن دبيبة يرحل اليوم قبل غد. يعني لما نتكلم، أنا ما نتكلمش على دبيبة، حتى هو مفروض يرحل كما يرحل الآخرين، ولكن من يستطيع بالفعل أن يقوم بمثل هذه الإجراءات؟ الوحيد الذي يستطيع يا إما القوى الدولية وتستعمل العصا الغليظة مثل أمريكا تتدخل وتدخل بقوة، أما أو الشعب يخرج إلى الشارع من أجل إسقاط هذه الأجسام، أما غير ذلك أو أن يسلم لجسم تشريعي منتخب. من سوف يسلمهم؟ هم مش حيسلمهم. هم الآن القاعدة الدستورية ما يبوش يمشوا القاعدة الدستورية، يبوا نشوفوهم أن هم مازال يبوا إطالة أمد هذه الفترة. قال لك حيمشوا إلى المناصب السيادية وحكومة ثالثة. ما معنى هذا؟ معنى أنهم مازالوا باقين في أماكنهم، لأن هم يعرفوا أن القاعدة الدستورية لأن فيها بندان بتاع مزدوجي الجنسية وأصحاب البدل العسكرية لن يوافق عليها لا حفتر ولا عقيلة صالح، فبالتالي هذا هم السبب الرئيسي. وعلى فكرة هم تحدثوا إذا لم يذهبوا إلى التصويت جملة على القاعدة الدستورية يمكن ترحيلها إلى مجلس النواب على طول بدون التصويت. طيب سأعود معك سيد صلاح البكوش، يعني قبل أن أعطي حق الرد أكيد لسيد حمد الخراز، لماذا يطالب أعضاء المجلسين بتوافق الرئيسين على حكومة جديدة بدل قاعدة دستورية؟ يعني هل يخاف المجلسين من انتهاء دورهم وخروجهم من المشهد؟ أتحدث عن الأعضاء وليس الرئاسة. بكل تأكيد، شوفي أنا هؤلاء الأعضاء أعرفهم منذ 2012 وكنت مستشارا للمؤتمر الوطني العام هذاك، وكنت مفاوضا في الصغيرات أيضا. هؤلاء معظمهم غير مسيسين، وربما حتى لا يقرؤون ما هو الاتفاق السياسي وما إلى ذلك. وتلاحظين ذلك من حقيقة أن عندما يتفق مجلس النواب ومجلس الدولة على حكومة جديدة ومناصب سيادية لم يعد هناك أي دور لمجلس الدولة، وهذا غائب. هذه المادة الفقرة الثانية من المادة 15 في الاتفاق السياسي، ولكن هذا الأمر غائب عن أعضاء بعض أو معظم أعضاء مجلس الدولة. القضية الثانية هي أن عندما تقولين لهذين المجلسين تقاسموا المناصب السيادية، والآن المناصب السيادية على فكرة لم تعد رئيس المفوضية ولكن رئيس المفوضية وأعضاء مجلس الإدارة، رئيس ديوان المحاسبة وأعضاء مجلس الإدارة، بحيث يكون هناك مناصب أكثر لتقاسمها، أو كيف ما قال النائب الدرسي كل واحد يأخذ قرعته ويتقاسموا مناصب حكومة جديدة. طبعا مشى بشاغة كما يقولوا في المصريين في الرجلين، وحكومة جديدة وكل واحد يأخذ عدة وزارات وما إلى ذلك، بعدين يجلسوا الجماعة هذه ويستمتعوا بالصناعة متاعهم. ولكن ما هو الثمن؟ الثمن هو أن يقوم المشري بتغيير المشاركة في تغيير الكبير، وأن يتحصل المشري على مقعد المنطقة الغربية في المجلس الرئاسي وعقيل على رئاسة المجلس الرئاسي. والآن أنضم إلى هذه الخطة ناجي مختار النائب الأول للمشري عن فزان، والذي قال بأنه يريد أن يمثل فزان في أي مجلس رئاسي جديد مقابل دعم هذه الخطة، وترين الآن أنه يدعمها بقوة. هذه هي الصفقة، وبذلك تحافظ مصر على مجلس النواب وتحافظ على حفتر، وتأتي حكومة تستطيع أن تعطي حفتر الأموال التي يريدها كما وضعها بشاغة في ميزانيته. هل ستقبل الدول الأخرى بهذه الصفقة؟ يعني هي لا. هي صالح مصر، لا. ولكن هل تقبل ربما تركيا، روسيا؟ لا لا، شوفي أعتقد اللاعبين الرئيسيين الآن
هم تركيا وروسيا في ليبيا عسكريا، ولكن سياسيا مصر ضعيفة جدا، لأن مصر في وضع اقتصادي سيء ومدينة للجميع بمليارات للإمارات لقطر لما إلى ذلك، فلا تستطيع أن تتحرك كثيرا، ولمصر بنك الدولي ولديها الآن مشاكل سياسية في الداخل. ولكن أعتقد أن الأمريكان مصرين، يعني نورلان قال أن التركيز على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات أولى من الاهتمام بالمرحلة الانتقالية. باتيل اليوم قال مناورات تأجيل الانتخابات ستعمق الأزمة بشكل كبير. وقال أن هناك اتفاق واسع في ليبيا على أن هذه المؤسسات قد فقدت شرعيتها، وهذا معروف في ليبيا. يعني المشري في مقابلة، الرجل الذي يجب يعني على قناتكم الموقرة، قال في برنامج على بياض، قال بأن السياسي الجيد الناجح لا يكذب ولكنه لا يقول الحقيقة، واعتقد انه يمارسها بكل أريحية الآن. المشري على قناة واحدة اخرى قال ان الأزمة في ليبيا، جزء من الأزمة في ليبيا ان الناس يكرهون مجلس الدولة، وهذه حقيقة. الناس في ليبيا يكرهون مجلس الدولة ومجلس النواب وهذه الحكومات المتعاقبة التي لم تقدم شيء خلال 11 سنة. سيد صلاح، حضرتك تحدثت عن باتيلي، اسمح لي أتقدم الحوار وأعود مع ضيفي سيد أحمد الخراز. باتيلي يصرح من خلال إحاطة اليوم أنه سيبدأ حوار جديد، يعني برأيك هل استجاب السنغالي لخطاب المشري الذي دعا فيه لتنظيم لقاء بين مجلسي الأعلى والنواب برعاية أممية في ليبيا لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة؟ نعم، أعطيت الفرصة للبعثة الأممية أكثر من مرة لوضع حد لتواجد هذه الأجسام في الساحة الليبية، سواء كان مجلس النواب ومجلس الدولة، ولكن في كل مرة وفقا لسياساتها الداخلية والتي تعتبر خط السير. وأنا جلست مع المبعوثة أو المستشارة ستيفاني وحكينا في تفاصيل دقيقة جدا في خصوص سياسة البعثة، وأيضا بخصوص ما يجب أن يكون في الساحة الليبية. لا أعتقد أن المشكلة الآن هي مشكلة أن يكون هناك انتخابات برلمانية أو رئاسية، أن يكون هناك حوار جديد بقيادة المبعوث الجديد، ولكن المشكلة الحقيقية بأن هناك أطراف إقليمية ودولية تتصارع وتستخدم ليبيا كورقة للتفاوض ولعقد الصفقات لتحقيق مكاسب لها. هذه الحقيقة، يعني الذي يحاول أن يتجاهلها، جل من يخرج على الإعلام الآن يحاول أن يصور الصراع الداخلي الموجود في ليبيا بأنه صراع بين قطبين، هو مجلس نواب ومجلس دولة وحكومة المنتهية والحكومة التي جاءت وفقا ما تم في جلسة مجلس النواب واختيارها سواء كانت بمحاصصة أو بمشاركة كل الأطراف، ولكن تظل هي أفضل الحكومات التي جاءت لأنها بعيدة كل البعد عن الوصاية والبند السابع والفشل الذريع الذي حدث وفقا للاتفاقات السابقة، مرورا من الصغيرات إلى آخر يعني جلسات للحوار في الرباط المغربي. يعني فأعتقد أن مجلس الدولة ومجلس النواب لا يملكون يعني القدرة غير التفاوض على وجودهم في المشهد، وأعتقد أن السيد الدبيبي الآن يحاول أن يمارس دوره بالضغط على المشري، والمشري يحاول أن يضغط على الدبيبي. أي محاولات وهذا السلوك نحن تعودنا عليه وتجاهله، حتى الأكاديميين كما وصفهم ضيفك اللي ما يعرفش اسمي وصف، قال هذا يعاني من حالة نفسية وضع نفسي محدد، ضيفك اللي ما يعرفش حتى اسمي عرف حالتي النفسية ربي يحفظه. طيب يعني دهمني الوقت سيد أحمد الخراز. نعم أنا عندك حق الرد، أنا مش رد، أنا سيد صلاح البكوش أنا أحترمه، يعني أحترم تاريخه السياسي ونضالي في مراحل ما، ولكنه أعتقد أنه درس السياسة قبل ولادتي، ولكن لا يعرف شيء عن الأخلاق عندما وصفني بقليل الأدب. يعني وانا شخص طيب مختص واكاديمي ودرست اكثر من تخصص، اسمح لي لنا لن نشخصن الامور هنا يا سيد احمد، ولكن ضيوفك حافتر متقاعد لديهم هوس حافتر وانا ارى في حافتر قائد عام، وانتقد تصرفات الجيش الليبي في، انا من بنغازي وانتقد تصرفات الخطر للجيش الليبي في بنغازي، ولكن هم ليس لديهم المقدره ان ينتقدوا اطراف والميليشيات الموجوده غادي في عاصمه ليبيه طرابلس، وينتقدوا عبد الحميد بيبا الذي اشترى كل شيء بمال الشعب الليبي، اشتراه حرفيا هذه العائله السارقه،
وزعلان من وصفي لبعض الاطراف يقول لا يوجد في السياسه ان تقول هناك عمل، بل هم عملاء واؤكد ذلك. ارجوك ارجوك لا نريد شخصنه الامور، يعني اعطيتك حق الرد من فضلك سيد احمد الخراس. نعم. طيب اعود مع ضيفي دكتور ناصر واختم مع ضيفي في الاستوديو. دكتور ناصر، يعني هل يعني سيستجيب اليوم مجلس الامن لمطلب باتيلي في احاطه ثانيه امامه، يعني بان يبعث برساله للبس فيها لمن يعيق تنظيم الانتخابات؟ يعني هذا على عكس الرسائل السابقه التي تحمل عده اوجه. والله سؤال مهم. بكري اصلا كنت نفتح موضوع ليس من الان، من ضمن من كوبلر او ليون لن يستطيع مبعوث اممي تسميه الاشياء بمسميتها. حفتر المجرم الذي قصف طرابلس لم تستطع ستيفاني ويليامز ولا غسان سلامه تسميته بالاسم. جميع الاحاطات، مقابر ترهونه لم يتحدثوا على من هو صاحب او المجرم. باتيلي اليوم تحدث على أن هناك معرقلين، تمنيت من باتيلي يعني كفاءة. نعم في علم السياسة أو الدبلوماسية هناك توازنات بين الأطراف، ولكن تمنينا لو سمى لنا الأشياء بمسميتها. من هم المعرقلين للانتخابات حتى تكون عندنا رؤية واضحة؟ هل تعتقد بأنه ممكن يكون يطلب اليوم باتيلي أن يحدد هو يعني اصطفافه لمن؟ لا لا، هو مش هيصطف باتيلي، حيقعد هيك مش تو مدولة سنة، حيبقى سنة وهو يتماهى مع هذا الطرف ومع الطرف الآخر. لأن الآن أنا نقول مجلس على الدولة، مجلس النواب هم من يعرقل، الطرف الآخر يقول لك الدبيبة، هناك طرف آخر يقول لك دول خارجية. لابد من تسمية الأشياء بمسمياتها حتى يمكننا الحديث في هذا الأمر. أما المجتمع الدولي سوف يضغط على هذه الأطراف، هو لن يستطيع الضغط على هذه الأطراف لأنه لن يستطيع أن يسمي هذه الأطراف. ما حدث في 24 ديسمبر وعدم انعقاد الانتخابات، لم تذكر ستيفاني ويليامز ولا غيرها من هم، ولم يذكروا وأختم بها حتى ما هي القوى القاهرة التي ذكرها عماد السايح. لم إلى حد الآن نستنى ما هي هذه القوى القاهرة. كل الشكر لك دكتور ناصر بوديب، رئيس المكتب السياسي لحزب ليبيا الأمة، وأيضا أستاذ صلاح البكوش مستشار السابق في مجلس الدولة، وأستاذ أحمد الخراز المحلل السياسي. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.
كل هذا طبعا لا يزال صراع الأطراف المنتخبة في ليبيا قائم بجدلياته ومعضلاته التي لا تنتهي. تتقاطع المصالح وتتصالح نسمع بشكل جيد. نعم نعم لا ما فيش وقفة بعد الفاصل. نسمع لا يزال صراع الأطراف المنتخبة في ليبيا قائم بجد. ذكرني بقفشة أفلام أحمد حلمي. باشا باشا طلعنا ما عادش نلعبوا في شيء تو نلعب دوري شوارع. لا يزال صراع الأطراف المنتخبة في ليبيا قائم بجدلياته ومعضلاته التي لا تنتهي. تتقاطع المصالح وتتصالح، تتصاعد المواقف وتهدأ تارة
تارة أعداء وتارة أخرى أصدقاء، تحضر مصلحة الوطن وتغيب حسب الأحداث والتطورات، إذا اتفقوا أكلوا وإذا اختلفوا أفسدوا.